انا شايفه الشمس. قالوا لي ان الدنيا بردت، كانت احر من كده. طبعا انا ما اعرفش، انا جايه من درجه حراره كانت بتبقى واحد، يعني لما بنقول انه النهارده دفى شويه كانت بتبقى 7 مثلا او 6. فانا شايفه ان الجو لطيف، لكن ما اعرفش. طبعا بيقولوا كان احر من كده الفتره اللي فاتت، لكن تعالوا نتاكد اكتر من دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور احمد، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ رشا، الحمد لله سلامة. الله صباح الخير يسلمك. عليكم وحضرات السادة المشاهدين. والله احنا في نعمة يا دكتور، والله كل ما بسافر بكتشف، رغم ان ساعات بتبقى الدنيا برد، بس احنا في نعمة عن دول تانية كتير حقيقي، أكيد يعني طبعا، أكيد حقيقي طبعا، جو مصر جو جميل جدا، جو جدا. سياحي لطيف، وفي أي وقت مهما ارتفعت درجة الحرارة أو انخفضت بتكون أحسن من دول كتير جدا جدا جدا، ويعني جو في مصر فعلا جو بديع. طيب قالوا لي انا ما كنتش حاضره، يعني ان الجو اليومين اللي فاتوا دول كان حر، لكن ابتدى الانخفاض من يوم الخميس، من يوم ما وصلنا يعني ابتدى الانخفاض من يوم الخميس. ده ليه يا فندم؟ لا هو فعلا كانت وصلت درجات الحراره اعلى معدلات كتير جدا، يعني القاهره مثلا يوم الخميس وصلت 34 درجه، ياه، صيف يعني. فانخفضت درجه حراره القاهره الى 22، يعني 12 درجه بس، برضه 22 يعتبر دافي، يعني عشان برضه في ناس كتير كانت فاكره ان 12 درجه دول يعني هنرجع الى البرد القارس. لا لا انا هي شايفاه انخفضت. لطيف جدا النهارده الصبح، يعني جو هو لطيف. الجو فعلا الجو على مستوى الجمهورية كله جو لطيف، ما فيش غير ان بنحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وايضا بنحذر من البحر الابيض، البحر المتوسط مضطربين، فبنحذر السادة الصاعدين من نزول عرض البحر. طب هنستمر بالجو ده، يعني درجات الحرارة اللي هي زي ما حضرتك قلت 22 وكده لفترة، ولا هتعلى تاني؟ يعني هنوصل حتى نص منتصف الاسبوع كده هتتراوح درجات الحراره ما بين من 24 الى 26، الا ان من بعد يوم الثلاث تبدا في ارتفاع اخر في درجات الحراره، ولكن بحذر من درجه الحراره الصغرى اللي في المساء المتاخر وفي الصباح الباكر ما زال الجو بيبقى بارد. جو بارد بس جونا حلو والله، يعني رغم كل جدا. ده جونا ده من تجربة بقى شخصية، يعني احنا كنا شهر مارس والجو واحد، درجة الحرارة واحد يا فندم، يعني فاحنا كده انا شايفاه نعمة والله العظيم. انا بشكرك أكيد، وده شكرا، أنا بأكد عليه أكيد. اشكرك دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية. جو يعني رغم انها 22 بس بقول لحضراتكم الشمس